السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، رجعنا مرة أخرى بفيديو مهم وعاجل بتفاصيله المميزة. المهم كاين ما يتقال مع أخبار متنوعة اللي غادي نبارطاجيها معكم تحت الشعار المختصر المفيد، لذلك بلا ما نزيد نطول عليكم وندخل مباشرة في عمق التفاصيل. والبداية كنحب تكون مع محمد الشيبلي، كاملين أكيد عارفين القضية ديالو والقصة أو الواقع اللي كانت بينه وبين لاعب الأهلي المصري لحسين الشحات. طبعا بلا ما نعاود هذيك التفاصيل باش ما نطيحوش في التكرار. اللي وقع دابا هو البارح كان واحد الماتش بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، وبالمناسبة الدوري ديالهم راه مازال ما سالاش. بما اننا قلنا الاهلي وبيراميدز يعني هناك مواجهه تتكرر بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، لهذا الاخير كما كنقولوا كمغاربه ما تسرطاش لي ديك السماكه اللي غفلوا فيها الشحات. حتى البارح فاش جاتو اول فرصه بعد معنا انتقم وغير بالعقل ما تزكلكش الفرصه، بعد ما في الدقيقه 77 كما كيبان لكم تلاح عليه بواحد تاكلينك وحش لي دوك رجلين. طبعا كاين اللي غادي يقول لك راه تقدر تكون لقطه غير متعمده، ولكن من زاويه اخرى غادي يبان لنا بكل امانه الشيبي كان قاصد لك شوبيه ديال الشحات وبغى يصيفطو بديك الشهور. واللي باقي عندي شويه ديال الشك نزيدكم هذه اللقطه اللي كتبين لك بالملموس باللي الشيبي محمد باقي حاقد لك على حسين الشحات، وطبعا هاد اللقطه خدا عليها بطاقه حمراء بعد الرجوع للفار. وبين قوسين حتى عسميدو في تحليل المباراه قال لك الشيبي كان قاصد يصفي الحساب مع الشحات كما غادي تسمعوا حالا على السريع. الشيبي اخطا خطا كبير جدا، وانا بقول هتقعد بقى تقول لي 10 سنين ان هو ما كانش قصده ان هو يروح هناك يضرب حسين الشحات، هو رايح مخصوص يضرب حسين الشحات، اول مره يروح الناحيه الثانيه في الحته دي، الكوره ملهاش اي لازمه، ولا راجل رايح مخصوص علشان يصفي حسابات مع الراجل، رايح يضربه، رايح في واحده وهو رايح لحسين الشحات. الكره الوحيده اللي الشيبي راح فيها الناحيه الثانيه في نص الملعب الثاني نص الشمال هي الـ هي الـ هي الـ هي الـ 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 الكره دي، ويستحق الطرد مفيش كلام. يعني كما سمعتوا ميدو حتى هو عنده نفس ارائي بان الشيبي كان قاصد بهذا المعنى يرد لك الصرف. دابا كاين اللي غادي يسال على الشيبي مثلا عاد سخن على الشحات في هذا الماتش بالضبط، علما انه كانوا ماتشات قبل هذه المباراه. في رايي الشخصي انا كيسلم وهذا غير اجتهاد فقط، يعني ماشي معلومه او خبر او مصدر. المهم الماتش اللي قبل هذا كان المغربي رضا سليم لاعب الاهلي المصري كيبدل توني مع الشيبي بعد نهايه المباراه، وفي هذه اللحظه شافوا من لاعب امام عاشور اللي بين قوسين شخصيه باسله كيفرطت، ولكن في المقابل موهبه كواري للامان. المهم كان دايز هو يشوف لك المغربيين كيبدلوا التوني، وهنا عاشور لاعب الاهلي نقص وقال لي رضا سليم غادي نقول الشحات راه كتبدل التوني مع الشيبي. المهم كاين واحد الفيديو التقط من قلب ارضيه الملعب اللي كيبين لك باللي الشيبي مور مهرس لك الشحات، كان غاضب ومصر جدا باش يمشي عنده كما كيبان، واش هنا كان بغى يكمل عليه الله اعلم. المهم نقدر نخلي لكم هاد اللقطات في اخر هذا الفيديو لكم التعليق. وندوزو دابا لباقي الاخبار بدايه على الدوري المغربي نصر المزراوي اللي البارح بعدا قلنا بان النادي الالماني مستعد باش يستغنى عليه مقابل مبلغ ديال 30 مليون يورو. الجديد وحسب موقع سكاي سبورت بتاريخ 22 من هذا الشهر قال لك بان المغربي على راس قائمه المطلوبين لدى مانشستر يونايتد وكذلك نادي المطارق ويستام يونايتد، بان اللاعب مفتاح جدا للعب بالدوري الانجليزي. بالنسبه لمانشستر يونايتد اكيد بنسبه كبيره غادي يكون مزراوي جا تحت طلب المدرب اريك تن هاغ اللي فايت دربه في نادي اياكس امستردام وعرف امكانيه اللاعب، واكثر واحد عرف بانه لاعب تكتيكي بامتياز وذكي وقادر على التاقلم بسرعه مع اي فريق، فقط عندك غير كثره الاصابات اللي كتخوي به. اما عن ويستام يونايتد فراه نصر ماشي غير هو اللي محط انظار او اهتمام هذا النادي، بل حاطين كذلك الانجليزي كيلي وولكر بيتريس لاعب ساوثهامبتون ضمن اهتماماتهم، وكذلك مهتم بارون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد، لهذا الاخر يعتبر حتى الان هو الخيار الاول لنادي المطارح. وفي حاله ما تمت الصفقه وهذا ما نتمناه فكيعني ان مانشستر يونايتد اوتوماتيكيا خاصهم يقلبوا لك على ظهير ايمن، والاقرب غيكون ان شاء الله هو المغربي نصر مزراوي، وكنتمناو هذا السيناريو هو اللي يوقع باذن الله. اما على وليش دير فاللهم بارك وزيد في ذلك، قدر يقنع المدرب الايطالي الجديد انطونيو كونتي او بمعنى اصح راضي عليه بزاف هو والطاقم التقني ديالو بالكامل، بحيث حد الان لعب مباراتين مارك فيهم هدفين وعطى ثلاث تمرات حاسمه، ولكن رغم ذلك فراه مازال حد الان ما ضمنش بلاصه مع نادي نابولي، خصوصا ان الدباب البلجيكي روميلو لوكاكو عليه هضره انه قريب يلعب تحت قياده كونتي. غير هو كاين مشكل في مفاوضات بين نابولي وتشيلسي لهذا الاخير كيقولوا باغيين الصفقه تكون بيع نهائي، بينما نابولي باغينه على سبيل الاعاره فقط، وبين قوسين كونتي هو اللي طالب اللعب بالاسم علما انه فايت دربه سابقا في تشيلسي. وحسب فابريسي رومانو في اخر تغريده على الدبابه لوكاكو قال بلي البلجيكي مستعد يخفض الراتب ديالو من 11 مليون يورو الى 6 مليون يورو باش يوقع لك مع نابولي، يعني اللاعب ضحى ولكن المشكل كاين فقط في مفاوضات بين الناديين. واللي غيسول على فيكتور اوسيمين فرع نابولي دايرون في قائمه اللاعبين اللي غيتبعوا هذا الصيف، وعلى حسب ما قال فابريسي رومانو في حد الان المفاوضات بين نابولي وباريس سان جيرمان لم تتقدم. المهم نرجعوا لي شديري اللي حاليا هناك اهتمامات من انديه ايطاليه كجينوا فينيزيا امبولي وهيلاس فيرون، ولكن وليد الرغبه الاولى عنده هي يتقاتل لك على بلاصته في نادي نابولي، وكنتمناو طبعا ينجح في ذلك ان شاء الله. اما عن الساطع عبد الرزاق حمد الله فكما قلنا منذ ايام بانه قريب جدا من نادي الشباب السعودي وبان مساله وقت ليس الا، وغادي تعلن على الصفقه بشكل رسمي. وفعلا ها نحن ده نادي الشباب رسميا كتقدم لاعبها الجديد حمد الله كما كيبان لكم
بالواضح. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعطيكم ارقام مرعبه تاريخيه لي في دوري روشن. ونختموا دابا مع المنتخب الاولمبي اللي البارح دار اول حصه تدريبيه بمدينه سان تيتيان قبل مباراه الغد ضد المنتخب الارجنتيني. وهاد الحصه التدريبيه ركز فيها المدرب طارق سكيتي وعلى الجانب التكتيكي. وعلى السريع كالعاده ناخذوا تصريحات اللاعبين بدايه اسامه العزوزي اللي التحق بالمجموعه واللي قال بالحرف: دائما اكون سعيدا للعب مع المنتخب الوطني المغربي، فعلا انه شرف عظيم لي ان اتواجد في مجموعه قويه جدا. الان نستعد للمباراه الاولى امام المنتخب الارجنتيني والتي نركز عليه بشكل جيد، سنحاول تحقيق نتيجه الفوز ان شاء الله. ايضا عندنا بلال الخنوس اللي قال كذلك: هنا الجميع سواسيه، نحن في فريق لنشتغل معا من اجل عالم البلاد، ليس هناك فرق بين لاعبي المنتخب الاول وفريق الاولمبي، سنعمل ونقاتل سويا من اجل المغرب، سنقدم افضل ما لدينا للذهاب بعيدا قدر المستطاع في هذه البطوله اللي جعل جميع المغاربه فخورين بنا. اللقاء الاول ضد الارجنتين سيكون مهما ومن الضروري ان لا نخسره وان نلعب من اجل تحقيق الفوز ان شاء الله. ثم بلال في الاخير ختم وقال: سنقدم كل ما لدينا كما فعلنا في كاس العالم من المباراه الاولى لمضي ابعد ما امكن في هذه المسابقه. وبهذه التصريحات الجميله غادي نكون وصلنا لختام هذا الفيديو. وخير الكلام ما قل ودل، او كالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.